رجعنا لكم بعد الفاصل وعندنا أخبار اليوم منوعة ونبدأ معك يا الأمير. أكيد أول خبر معنا لليوم هي آلية عالية التقنية لتعالج حفر الشوارع الموجودة في المنطقة الشرقية، وزار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي بعض مواقع ومشاريع أيضا ومبادرات أمانة المنطقة الشرقية، وتابع عمل المعدات الجديدة ذات التقنية العالية جت باتشر التي تعمل على ملء ومعالجة الحفر بكل سهولة بمادة البيتومين الآمنة في وقت قياسي جدا، إضافة إلى أن الطريق يستخدم بعد المعالجة ب 15 دقيقة فقط. حلو. في أقل وقت لتعطيل حركة المرور. يعني صراحة من أجمل الآلات والمعدات عالية التقنية اللي أشوفها في حياتي. أخيرا حنمشي بالشوارع وما في أي حفر ممكن تأكلوها، يعني ولا في حفريات وتحويلات، يعني هذا أهم شيء. أنت مستوعب أنها تعالج الحفر بمادة جدا آمنة، مادة البيتومين، وكمان يعني يقدر يستخدم الشارع بعد 15 دقيقة بس. أيوة يعني واو. خلص خمسة ربع ساعة كذا واو مرة كويس. يعني أتمنى يا رب أن فعلا نشوفها في شوارعنا. طيب الخبر الثاني اللي معنا محمد صلاح أو تويتر يفاجئ الجميع وجميع العالم بصورة محمد صلاح على الغلاف الرسمي للموقع زي ما احنا شايفين. طبعا تويتر فاجأ كل محبين ليفربول ومحبين محمد صلاح بشكل خاص حول العالم عندما وضع صورة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على صورة الغلاف الرسمي للحساب، واختار الحساب الرسمي لتويتر صورة صلاح محتفلا بالهدف الحاسم اللي ساهم فيه في مرمى توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي، اللي كان في الهدف جحفلة نوعا ما، يعني في آخر الدقائق جاب الهدف وأنقذ ليفربول من معمعة الدخول في الصدارة والخوف من هروب الصدارة. فيستاهل صراحة فخر العرب أبو مكة. صحيح والله، طبعا يستاهل فنان ولعيب. ايوه ولا تقولين في شيء. وابدا. أيوة. ابدا. وصراحه يعني حركه جميله من تويتر انهم يقوموا بهذه المبادره ويحطوا صوره اللاعب. مشرفنا والله في يا حظكم يا اهل مصر، فرحانين. مشرفنا في كل مكان مصر ام الدنيا. طيب نروح لايضا خبر اخر معنا اليوم، ونظارات جوجل تكلمنا عنها قبل فتره تساعد الاطفال المصابين بالتوحد، وتوصلت دراسة صغيرة إلى استخدام أطفال المصابين بمرض التوحد لنظارة جوجل مع تطبيق على الهواتف الذكية قد يسهل عليهم تمييزهم تعابير الوجه وأيضا التفاعل الاجتماعي. ووجد الباحثون أن هذا النظام الذي يعرف باسم سوبر باور جلاس يساعد هؤلاء الأطفال على إدراك ما يحدث من حولهم، وممكن أيضا تكون طريقة جديدة لعلاج الأطفال المصابين بمرض التوحد. جميل صراحة. الخبر اللي معانا الرابع، تونا يعني تونا طالعين من سالفة تغذية وما تغذية، فقائمة عشاء في باريس بالذهب عيار 24. أوه. تتحملين تسوينا تاكلين عيار 24؟ ما يهون علي، ما يهون علي. صوره وخلاص. ايوه ما يهون. ما صوره، اخذه معايا، اخذه معايا وامشي. ما يعطوك؟ اتصرف الزبده. المهم كم يكون ثمنه؟ غالي جدا. كم؟ غالي، ما اعرف كم، بس انه ترى اعطيك معلومه حصريه ويمكن المشاهدين راح يكون هذا موجود عندنا خلال الشهر هذا في الرياض برج المملكه. واو. نعم، وفي بلاش اقول تفاصيل زياده، بعدين اعلمك تحت الهواء. راح يكون موجود في مكان الكل يقدر يوصل له. يعني عموما تمتع 20 ضيفا خلال مأدبه عشاء في العاصمه الباريسيه او في العاصمه الفرنسيه باريس باطباق مغطاه بالذهب عيار 24 عدتها الفنانه الفرنسيه فريدريك ليسروف. المأدبه نظمها امناء معرض فانتيسيس، أتوقع كذا اسمها لأنه ثقافتي أنا إسبانية أكثر، في باريس، الذين قالوا إنهم أرادوا انتقاد سوق الذهب، لكن في الوقت نفسه إظهار أهمية المادة في الفن المعاصر. يعني تبغى تنتقد الذهب فانتيس، يقولوا لي الكنترول فانتيس، أوكي، فتبغى تنتقد الذهب وتحطه في الأكل شلون؟ يعني تحس اللي باللي حاس فيه أنا؟
صار خلافات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة، أكيد سمعت عنها، عن الناس اللي يستخدموا الذهب في الأطباق والصحون والكاسات وقاطعوهم، ولكن بالنهاية يعني نشوف هذه الثقافات مختلفة، ونحن برأينا نحترم جميع هذه الثقافات، وما علينا إلا نقول لكم أهم وآخر الأخبار اللي بتصير حول العالم. بالضبط، هذه هي هذه خلاصة هذه الخلاصة اختصرت لك الموضوع. يس طيب، إيش عندنا؟